شركة إني الإيطالية تجري مفاوضات مع شركات نفط من بينها لوك أويل وأكسن موبيل وتوتال وبي بي بشأن بيع حصة لا تقل عن 20% في حقلها العملاق للغاز في مصر، وهو حقل ظهر بحسب مصادر في قطاع الطاقة لوكالة رويترز. وزير المالية البريطاني فيليب هاموند يؤكد أن بلاده ستقوم بتمويل مشاريع الزراعة والجامعات الممولة حاليا من الاتحاد الأوروبي بعد خروجها، حيث تقدر قيمة هذا التمويل ب 5 مليارات و800 مليون دولار. بيانات دون التوقعات لمبيعات التجزئة الأمريكية ولمؤشر أسعار المنتجين تضيف إلى الغموض الذي يحيط بسرعة تعافي الاقتصاد الأمريكي.